الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي مباراه الـ 4-3 لو تتذكر، 4-3 اسامه حسني كاس مصر. كاس مصر يعني يمكن ظروفنا احنا كانت الفتره ما قبل هذه المباراه كانت كويسه جدا بالنسبه لنا كاهلي يعني، لكن المباراه نفسها راحت وجت راحت وجت بطريقه هم تقدموا علينا مرتين يعني كانت 2-1 وبعدين ابو تريكه جاب الجول في الدقيقه الاخيره في المباراه، وبعد كده هم رجعوا جابوا جون جمال حمزه، بعدين احنا جبنا تقدموا ثلاث مرات واحنا رجعنا في الاخر انتهت 4-3 بهدفين كابتن اسامه حسني. يعني انا شايف ان المباراه دي تعتبر من وجهه نظري اصعب مباراه للاهلي في الموسم واهم مباراه للفريقين في الموسم. المباراه الجايه ليه؟ انت جاي من هزيمه قدام بيراميدز اوكي متاخر تعتبر بفارق 3 نقاط، لو كسبت ان شاء الله المباراتين المؤجلتين على نادي الزمالك فوزك باللقب بتاع كاس مصر ده، النهائي كاس مصر ده هيرجعك للموسم تاني. أيوة. هيرجعك تخليك بطل كاس مصر وهيخليك في الدوري، هترجع معنويات الزمالك هتقل. الزمالك عندهم مرحله الشك شويه في المباراتين الاخر ان هم بيكسبوا نوعا ما من وجهه نظري تكتيكيا والمدرب محترم وكل حاجه، بس في سنه يعني ايه بيكسب وهو وحش، في سنه توفيق وحظ بصراحه. فانت لو كسبتهم في المباراه دي انت الشخصيه بترجع لك، شخصيه النادي الاهلي هترجع، عايزين نروح اكتر من اللي احنا شفناها في مباراه بيراميدز. فالمباراه دي فرصه لعوده النادي الاهلي من وجهه نظري للموسم، عكس لا قدر الله لو حصل خساره لا هتبقى انت بتخسر كاس، بتخسر نهائي افريقيا برضو قدام الوداد، فبتبقى نوعا ما الزمالك نفسه ثنائيه والزمالك نفسه بيفوق وبياخد ان هو اخد كاس مصر. فلازم اللعيبه تفهم ان المباراه دي من وجهه نظر هي اهم مباراه للنادي الاهلي في الموسم، لا تنازل عن الروح والعزيمه واللعب، وعايزين شخصيه النادي الاهلي ترجع. احنا شفنا في مباراه بيراميدز بصراحه برضو احنا خلينا نتكلم على اللي جاي افضل، وجهه نظري ان احنا نتكلم على اللي جاي افضل، لانه احنا كلنا ننتظر مباراه يوم الخميس القادم. انا النهارده الحقيقه شفت معظم كابتن اسلام عندنا مشكله بدنيه من اول السنه دي. ما هو ليه يا احمد؟ ما هو لان نتيجه لاعبين، انا شفت حضرتك عامل احصائيه جميله جدا ان هم لاعبين 150 مباراه. شفتها الحمد لله. في ناس كتير قطعتها، في ناس قطعت الحته الاولانيه بس واترمت، لكن ما حدش المهم يعني يلا هم لاعبين في احصائيه. يمكن انا قاعد عايز احلل الاداء بتاع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فبحاول ادور على اسباب. لقيت ان انا عملت احصائيه كده في المباريات اللي هي الفارق الزمني فيها من 3-4 ايام، هتلاقوا النادي الاهلي يا بيتعادل يا بيخسر في الفتره الاخيره، تاكيدا على كلامي بس مباريات الاسبوع. يعني مباراه المصري كان الفارق الزمني قبلها 3 ايام خسرنا 1-0، مباراه الجيش كان 4 ايام وراجعين من ماتش الرجاء المغربي اتعادلنا 0-0، مباراه سيراميكا 1-1 وكان الفارق الزمني 3 ايام، البنك الاهلي كنا راجعين من وفاق سطيف وتعادلنا 0-0، قدام الزمالك قبل الماتش، انا بتكلم الفريق الزمني ده اللي هو قبل الماتش 4 ايام اتعادلنا 2-2، قدام سموحه خسرنا 3-2 وكان الفريق الزمني 3 ايام، قدام الجونه اتعادلنا 0-0 وكان الفريق الزمني 3 ايام، قدام بيراميدز خسرنا 2-0 وكان الفريق الزمني 4 ايام. فدي بتاكد ان لعيبه النادي الاهلي اللعيبه انت معاك كواليتي لعيبه جايبه 2 دوري ابطال افريقيا وجايبه 2 برونزيه كاس عالم، بس اللعيبه مجهده. انا من وجهه نظري في اجهاد، الاجهاد ده مطلوب منه ايه؟ مطلوب من المدرب ان هو يكون عارف، ريكاردو المدرب البرتغالي يكون عارف ان اللعيبه عندها اجهاد في الفتره دي، وباين في النتائج. انت ماتش فيوتشر كسبان 4 ليه؟ عشان كان عندك اسبوع راحه قبلها. ماتش وفاق ستيف كسبته وفاق ستيف 4 ليه؟ وعملت احلى ماتشاتك عشان كان في اسبوع راحه قبلها. فلازم الناس تكون عارفه ان اللعيبه دي زي ما حضرتك جبت الاحصائيه امبارح بتلعب مباريات كتيره جدا، ولازم المدرب من وجهه نظري ان في ان هو بيطبق ضغط عالي في لعيبه النادي الاهلي. هو لسه مش واضح الحقيقه حتى الان هو يطبق ضغط فكره عالي، لانه مباراه طبق ومباراه تانية لا، يعني خلينا ننتظر. بس في الهاي بلوك او الضغط العالي ده مش هينفع مع لعيبه النادي الاهلي في كل المباريات. ليه؟ لان انت عندك لعيبه مجهده، فانت لازم تستغل بعض الاسلوب في بعض الفترات، مش هيبقى الضغط العالي 90 دقيقه. دي من وجهه نظري.